بسم الله، تعالوا يلا نبدأ أول فيديو في موديول اليورينري سيستم. تمام، وزي ما عملنا في موديول الكارديو أول فيديو كالعادة بيبقى أناتومي. اتفقنا هاي موديول هنبدأ أناتومي هيستولوجي، احنا عاملين نوصف الأورجانز شكلها عامل ايه، تحت الميكروسكوب شكلها ايه، خلاياها ايه، دنيتها ايه كلها. بعد كده بننتقل لمرحلة تانية من الفانكشن الفسيولوجي يعني، ثم البايو كيمستري اللي بيحصل جواها and so on. تمام، فبدايتنا برضو في اليورينري سيستم ان شاء الله هتكون اناتومي. وزي ما اتفقنا اي سيستم فيه اورجان مين اورجانز، بيكون مجموعه من الاورجانز. فعلى سبيل المثال اليورينري سيستم بتاعنا الجميل ده فيه مجموعه من الاورجانز، اهمهم طبعا التو كيدنز. احنا عندنا كليتين، واحده يمين وواحده شمال، واتفقنا قبل كده ان القاعده اللي بتقول في الاناتومي ان اي انتيريور فيو انت بتشوفه فالرايت سايد بتاعه هو الليفت سايد بتاعك انت، والليفت سايد بتاعه هو الرايت سايد بتاعك انت. ففين الرايت كيدني؟ برافو، اللي على شمالك دي، دي رايت كيدني ودي ليفت كيدني، تو كيدنز. بينزل منهم اليوريترز الحالبين، تمام، ينزلوا يدخلوا في اورجان كبير شويه اسمه اليورينري بلادر، المثانه البوليه. طبعا هو يبقى صغير ويقدر يتمدد لحد ما يساع 700 سي سي تقريبا. تمام، طيب من اليورين يعني. وبعد كده عندنا اخر حاجه اللي هي الايه، اليوريثرا، قناه مجرى البول. تمام، فده اليورينري سيستم بتاعنا. يبقى اذا مما يكون اليورينري سيستم؟ والله يا باشا، من كيدني، من يوريترز، من يورينري بلادر، مثانه بوليه، من يوريثرا. حلو الكلام، حلو الكلام. الجميل ان هو الاناتومي هيتقسم لك، مش هناخد كل ده مره واحده، فهيقسمه لك في الكتاب الجميل بتاعك لكيدني ويوريتر، ناخدهم دلوقتي، وان شاء الله قدام شويه نبقى ناخد اليورينري بلادر ونتكلم على الاناتومي اوف اليوريثرا كمان. اوكي، طيب كلام جميل. اذا احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على مين؟ على الكيدني اند الكيدني بس، والفيديو الجاي هنتكلم على اليوريتر، وان شاء الله قدام بقى نتكلم على الباقيين دورين بلادر واليوريثرا. مبدئيا ما هي الفانكشن اوف ذا هول سيستم اوف اليورينري سيستم؟ وظيفته ايه يا باشا؟ وظيفته انه يعمل فلترنج، بيفلتر وينزل الحاجات اللي انت مش عايزها. ايه الحاجات اللي انا مش عايزها؟ حاجتين، يا ميه زياده عن جسمي، اكسسيف فلويد انت او اكزيست فلويد انت عمال رايح جاي عمال تشرب. تمام، يا اما اذر سبستانس زي الويست برودكت، زي الاورجانيك اسيدز، الاحماض بقى اللي انت مش جسمك مش محتاجها، لاكتيك اسيدز اند سو اون، كل النواتج بتاعت الميتابولايت الوحشه، ويوريا ويوريك اسيد اند سو اون. الحاجات دي كلها تبدا تفلتر وتنزل في اليورين. طبعا مثلا لو انت خدت دراجز، ادويه او اي شيء، بينزل برضه عن طريق اغلبهم يعني، بينزل عن طريق الكيدني. فوظيفه اليورين سيستم بيفلتر وينزل الحاجات الوحشه اللي انت مش عايزها. الاكزوس فلويد زياده، الميه زياده مش حلوه في الجسم. لو الميه دي اتحبست في جسمي، لو انا لا قدر الله عندي مشكله في الكليه بتاعتي والميه دي اتحبست في جسمي، هتعمل لي ايه؟ برافو عليك، ايديما، استسقى، هورم، خلايا هتتنفخ. تمام، دي حاجه مش حلوه. اوكي، اذا اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. الميه جميله بس زيادتها تعمل لي كارثه في جسمي. يبقى اكزيس فلويد يطلع والاذر سبستنس. يلا ندوس على طول نتكلم على مين؟ على الكيدني. هنتكلم على ايه في الكيدني يا دكتور؟ بص بقى، 7 صفحات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخلصوا في السلايد الجميله دي. ودي ميزه المايند مابس، ودي ميزه المذاكره بالعرض مش بالطول. دي احلى حاجه انك تذاكر الطب بالذات محتاج عرض مش طول، لان بالطول انت مش هتخلص. انت عندك كام صفحات وكام كتب كبير جدا، مش هتعرف تخلص كل ده. لكن المذاكره بالعرض زي ما اتفقنا بتختصر عليك الوقت، وفي نفس الوقت بتعمل لك فوتو ميموري محترمه في مخك، وانت محتاج الفوتو ميموري دي، لان دي اللي هتفتكر منها في الامتحان. اوكي، يعني محتاج تلم تجازرز، تعمل جازرنج للمعلومات كلها مع بعض. ماشي، طيب الكيدني هنتكلم عليه في الكليه، عايز شكلها وحجمها، عايز البوزيشن، هي مكانها فين بالظبط. لو خدت سيكشن هشوف حاجتين ولا حاجه واحده في الكليه، ولا ايه دنيتها، متكونه من ايه يعني. الكفرنس اللي بيحوط الكليه دي، الريليشنز ايه علاقتها، هنشوفها تحت شويه. والبلاس سبلاي، الدم اللي امداد الدم بتاع الكليه. تمام، في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله ان شاء الله. تعالى يلا نسمي الله كده ونقول شكل الكيدني وحجمها وبتاع. بالنسبه لشكل الكليه طبعا احنا عارفين شكلها ايه، عامل زي يا دكتور البين شيب، ماشي، شبه اللوبيا او الفاصوليا او الحاجات دي يعني. تمام، تمام. ويبدا يكلمك على ثلاثيات. ايه الثلاثيات دي يا باشا؟ قال لك الدايمنشنز مثلا، الابعاد بتاعتها، الطول مثلا بتاعها 12 سم، عرضها نصهم 6 سم، الويدث اللي هو السمك بتاعها 3 سنتي، سوري السيكنس، الطول اللينث 12، العرض الويدث 6، السيكنس السمك بتاعها لو مسكتها بين 70 كده هلاقيهم 3 سنتي.
ماشي. اذا كذا في نصها في نصها، 12 في نصها 6 في نصها 3، تمام كده. دي الدايمنشنز، دي ابعاد ايه الكيلي. طيب ليها بولز، تعال نشوف كده، تعال نشوف الجمال ده. فين الكليه؟ اهي الكليه اهي، نفصلها لوحدها. الكليه ليها بولز، اقطاب، تمام. ففيها ابر بول ولور بول، جميل، الكليه جميل، ماشي. طب ليها سيرفيسز، انتيريور سيرفيس انا شايله، تعال نجيبه، او احنا ليه شايلينه، ماشي ما علينا. ليها انتيريور سيرفيس من قدام احنا طبعا شايلينه، وليها بوستيريور سيرفيس، يبقى ليها انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس. هلا احنا مش عايزين ننزل ايه الكليه، عايزين ننزل الكيدني كلها. هايد جيلي، ارجع تاني، هو لا ارجع، اندو بس شيل البروتون والحاجات دي دلوقتي، هايد شيل الليبر، شيل نجلس مكفل بتاعته بس، هايد هايد بس. ادي الكلية، الكلية ليها upper pool و lower pool، حلو. ليها anterior surface و posterior surface، وليها borders، medial border ناحية جوه، ده انا باص من قدام anterior ماشي، ليها medial border وليها lateral border. الميديال بوردر ده كونفكس ولا كونكيف؟ شبه وش المعلقه ولا ظهر المعلقه؟ وش المعلقه اللي باكل بيه، يبقى ده كونكيف. اللاترال بوردر ده شبه وش المعلقه ولا ظهر المعلقه؟ ظهر المعلقه اللي انا ما باكلش بيه، يبقى ده كونفكس. يبقى ميديال بوردر كونكيف واللاترال بوردر ده كونفكس، ماشي. طيب الكليه الجميله دي، يبقى اتفقنا الثلاثيات اللي قلناها الدايمنشنز بتاعتها، ابعادها طولها 12 عرضها 6، الثيكنس اللي هو السمك يا اولاد اللي هو ده 3 سم ماشي، لكن كده طول وكده عرض، حلو حلو. طيب يبقى 12 في 6 في 3، وقلنا ان في ثلاثيه ثانيه اللي هي ليها بوردرز ميديال ولاترال، ليها بولز ابر ولور، ليها سيرفيسز انتيريور وبوستيريور، حلو مفيش اي مشكله. طيب في ثلاثيات ثانيه برضو، في يا اولاد الميديال بوردر ده، الميديال بوردر بتاع الكيدني بيبقى داخل فيه حاجات زي ايه مثلا؟ زي ده، ايه ده؟ ده طالع منه، ده يوريتر، ده الحالب يا دكتور. وبدايه الحالب بتبقى تخينه، لو انتم شايفين بدايه الحالب بتبقى تخينه، وبعد كده بيبدا يرفع وهو نازل. الحته التخينه من الحالب فوق اسمها البلفس اوف اليوريتر، او بنقول عليها رينال بلفس. يا ولاد بلفس لوحدها يعني منطقه الحوض عندنا، بلفس لوحدها منطقه الحوض، لكن لما اقول بلفس اوف اليوريتر يبقى ده اتخن حته في اليوريتر اللي هو بدايته اول ما يطلع من الكدني. تعال نشيل، بص بص كده اهي، الحته التخينه من اليوريتر اول ما يطلع ده اللي اسمه بلفس، يبدا بعد كده ينزل يبقى رفيع، يبقى يوريتر عادي، تمام. في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله، بس يا دكتور اتفقنا ان الميديال بوردر ده في حاجات داخله وطالعه منه، مثلا هتلاقي الرينال ارتري الناحيه الثانيه، في رينال ارتري اهو داخل جوه الكليه، هتلاقي طالع منها رينال فين، هتلاقي طالع منها اليوريتر او البلفس اوف اليوريتر، تمام كده. طيب مكان دخول او طلوع الحاجات دي او الاجزاء اللي داخله وطالعه الاستراكشرز دي بسميها هايلم، وكلمه هايلم دي هتقابلك كتير. فمثلا عندك في اللنج في الرئه مثلا، ادي اللنج، هتلاقي اللنج بيروح لها ايه؟ التراكيه بتخش جوه صح، والمفروض بيروح لها برانشات من البلمونري ارتري عشان ايه؟ الدم يتنظف عند اللنج صح كده. مكان دخول الحاجات في اللنج دي برضه اسمه هايلم ماشي. في الكليه دخول وخروج الحاجات اسمه برضه هايلم، تمام كده. التجويف اللي بيدخل منه الاستراكشر دي اسمه ساينس، رينال ساينس هيجي اسمه كمان شويه. يبقى انا عندي ساينس جيب كده في الكليه بيدخل ويدخل ويخرج فيه حاجات، الاستراكشرز دي على بعضها اسمها هايلم، وفي الكيدني هايلم ماشي. اذا هايلم دي ممكن تعمل لي في اي اورجان، في الكيدني في اللانج اند وات ايفر، يعني مكان دخول الاستراكشرز للاورجان ده. والاستراكشرز بقى زي ما قلنا هنا مثلا اليوريتر طالع، في ارتري وفين داخل وطالع، في هنا مثلا في اللنج تراكيه داخله او البرونكاس داخله، في البلمونري ارتري داخل كده يعني، او برانشات منه يعني. تمام، عرفنا الهايلم والدنيا دي تمام. يبقى عند الايه عشان بس يقول لك ايه، اللاترال كونفكس وميديا كونكيف ويز ا هايلم ان اتس ميدل ماشي. الهايلم ترانسميت فروم المهم بقى احنا دلوقتي قلنا الهايلم بتاعنا يا دكتور في ثلاث حاجات، من قدام لورا ترتيبتهم فاب السكيما بتاعتهم. الهايلم من قدام لورا فاب، يعني انا باصص من قدام هلاقي الفين اكتر حاجه باينه انتيريور ماشي، ووراه على طول الارتري، وورا خالص يبقى مين؟
البلفس اوف اليوريتر. ماشي، اذا من قدام لورا عشان ما تنساش، عشان لو جت ام سي كيو من قدام لورا، فين ارتري بلفس، بلفس ده بتاع مين؟ اليوريتر يعني، اليوريتر يعني اليوريتر اخر حاجه ورا. فانت لو شفت اليوريتر يبقى انت كده باصص بوستيريور، ما شفتش اليوريتر باص من الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ يبقى الانتيريور يعني. فمثلا هنا هتلاقي الارتري قدام اليوريتر، ماشي، لو حطيت لك الفين هتلاقيه قدامهم هما الاثنين. فالترتيبه من قدام لورا، فين ارتري يوريتر، او البلفس اوف اليوريتر يعني. اوكي، كلام جميل. يبقى دي الترتيبه بتاعتنا ودي الثلاثيات بتاعتنا. ماشي، فهي مشكله في شكلها والثلاثيات بتاعتنا الدنيا عبيطه خالص. طيب باشا، البوزيشن هي الكدني دي موجوده فين؟ اللاي يعني موجوده فين سعادتك؟ فقال لك هي موجوده في على البوستيريور ابدومينال وول. ماشي، تعالى بقى ايه نبص بصه جميله كده. هي فين الكليه؟ ده الفرتبري، اذا ده وراها، دي الفقرات بتاعتي صح، ودي المسلز اللي جنب الفقرات. تعالى نصغر الدنيا ونبص من قدام شويه. عايز بقى ايه ارجع كل اللي انا شلته ده خالص. فالكلية دي موجودة قدام ولا ورا؟ هلاقي الكلية موجودة ورا. ماشي، طيب انا كده بص من قدام. ماشي، ايه اللي انا شايفه ده سعادتك؟ دي حاجات بقى البريتون والحاجات اللي قدام دي، تمام. بس انا عايز اجيب لك البريتون كامل، لازم تشوف البريتون كامل. بريتونيوم، شكرا، حط لي البريتون كله يا سيدي. ادي البريتون. ماشي، ايه البريتون ده يا ولاد؟ احنا عندنا الكليه موجوده في منطقه ايه؟ البطن بس من ورا، صح؟ في جنابنا كده من ورا. حلو الكلام؟ حلو. الابدومينال اورجانز متحوطه، ربنا محوطها بحاجه كده جميله اسمها البريتون او البريتونيوم او البريتونيال كافيتي، وات ايفر، تمام؟ هذا هو البريتون. فمثلا هنا هتلاقي ده مكان الليفر كبير، ماشي؟ كنت حاطه برضه بس اتشال دلوقتي عشان اوريك الكدني، لان هو بيغطي على الكدني. ماشي، هنا مثلا شايف الكفرنج ده، الكفر ده بتاع الاستومك بتاع المعده بتاعتك. ماشي، بس المعده متشاله، ده الكفر بس اللي باقي. فالبريتون ده غشاء بيحوط الابدومينال اورجانز كلها. فهل الكليه متحوطه ببريتون زي باقي الاورجان؟ بص الاستومك مكانها المفروض جوه هنا، يعني متحوطه من قدام ورا من كل حته. بص الليفر مكانه هنا اهو، يعني متحوط من فوق ومن تحت ومن كل حته، فاهم حاجه؟ هل الكليه متحوطه بالبريتون ولا هي ورا البريتون خالص؟ ورا البريتون خالص، فاقول عليها ايه؟ ريترو يعني ورا، بريتونيال يعني ده البريتون حوط كل حاجه قدامها وسابها هي، هي مرميه ورا البريتون نفسه. تمام، فتلاقي البريتون برضو هنا مثلا محوط في الجزء التخين ده، بيحوط اللارج انتستين والكولون والحاجات التخينه بقى والريكتم ومش عارف ايه، فاهم حاجه؟ لكن الكليه ريترو بروتينيال، دي ورا البريتون اصلا يا باشا. ماشي، يبقى الكليه مكانها فين؟ انتيريور ولا بوستيريور ابدومينال وول؟ بوستيريور يا باشا، ده هي نايمه على جنب مين؟ جنب الفرتبري، يبقى هي ناحيه ورا خالص على البوستيريور ابدومينال وول. ورا مين؟ البريتون، فقول عليها ريترو بروتينيال. حلو كده، على جانبي مين ده؟ الفرتبرال كون، يبقى على جانبي العمود الايه؟ الفقري. شكرا. ماشي، الجزء يا اولاد الحته المايله دي جنب الفرتبري بسميها البارا فيرتبرال جتر، عشان هتشوفها كمان شويه. وتعاود ما تترجمش ترجمه حرفيه، جتر يعني مزراب، عارف البتاع الماسوره اللي بتطلع من الاسطح اللي بتنزل الميه في الشارع دي، ده اسمه مزراب صح؟ اعتقد هو ده المزراب يعني، تمام؟ فايه ده؟ ايه علاقه ده بالبتاع؟ فما تترجمش ترجمه حرفيه. الجزء المايل ده هو اللي جنب الفرتبري بسميه البارا فيرتبرال جتر، بارا فيرتبرال جتر. حلو كده، تمام. الكليه موجوده فين؟ اه يا باشا، موجوده فعلا في البارا فيرتبرال جتر، وهتلاقي الكليه مايله ميلتين زي حالك، تمام. الكليه مايله ميلتين، هيقول لك جمله ان هي لاي سلوبنج ان البارا فيرتبرال جتر، بحيث ده البارا فيرتبرال جتر، بحيث ان الهايلم باصص سام هاو ناحيه قدام. يعني الكليه الهايلم بتاعها مش باصص بالعرض كده، سوري نظبط دي بس عايز اجيب قلم. الكليه الهايلم بتاعها باصص لقدام صح، مش باصص بالعرض، فهي سلوبنج مايله لقدام شويه، فالهايلم فيس ايه سام هاو ايه فورورد ناحيه قدام، تمام كده، فورورد از ويز از ويل از ميديال، يعني الهايلم ده باصص لقدام وناحيه الميديال. حلو كده، حلو. ادي اول ميل، ادي اول ميل، تمام. طب تاني ميل يا دكتور، تعالى نرجع الحاجات دي. تاني ميل فين؟ تاني ميل بص لي بقى كده فيرتيكال كده، ها
يلا بصي لي بقى فيرتيكال كده، بس اندول البتاع ده، هتلاقي انه شيل بقى الخط ده يا سيدي، شيل الخط ده مش مشكلة. هتلاقي انه الكلية الجميلة دي مايلة شوية مش فيرتيكال، يعني لو حبيت اعمل لونجيتيودنال اكسس هلاقيه عامل كده، اللونجيتيودنال اكسس بتاع الكدني مش كده، يعني الكليه مايله ناحيه ايه، ميديال شويه. اللونج اكسس بتاعها هتلاقيه مايل ايه، او الابر بول اقرب من اللور بول بتاع الكدني الاثنين، فاهم؟ فالابر بول ده ناحيه جوه، فاللونج اكسس ده مايل شويه مش واقف فيرتيكال، الكليه مش واقفه كده بالظبط. لا يا باشا مفيش الكلام ده، الكليه مايله شويه ناحيه من فوق ناحيه جوه، يبقى الابر بول مايل شويه ايه، ناحيه الميديان بلين، ناحيه لو رسمت لك ده الميديان بلين اهو، الابر بول اقرب من اللور بول، ماشي؟ يبقى ده التو الميلتين بتوع الكدني سلوبينج في البارافرتيبرال جاتر. فلو خدت سيكشن كده وبصيت من فوق هلاقي ان الهايلم باصص ميديال وقدام، ماشي؟ ولو بصيت من ورا هلاقي ان الابر بول اقرب للميديان بلين من الايه، اللور بول. حلو كده، فهي برضو كده اوبليك، يبقى ادي الميلتين بتوع الكلى. حلو حلو. طيب عندنا سؤال تاني، شيل بقى الحاجات دي كلها، عندنا سؤال تاني، هل الكليتين على نفس المستوى؟ الاجابه قولا واحدا لا، الكليتين مش على نفس المستوى. يعني ايه يا دكتور الاثنين مش نفس المكان؟ لا، انا بص من ورا ولا من قدام؟ من ورا، طالما عندي فيرتيبري يبقى انا باصص من ورا يا دكتور. تمام، بص يا حماده، هل الكليه يمين قد الكليه الشمال على نفس الطول؟ يعني تبقى ظالم، بص الكليه شمال، بص الكليه اليمين، ايه ده؟ ده الكليه يمين اوطى يا دكتور. ليه؟ انا بص من ورا فاليمين يمين، ها؟ الكليه يمين اوطى. ليه يا باشا؟ عشان في حاجه كابسه على نفسها. في اورجان كبير قلت لك موجود جوه البريتون هنا. في اورجان كبير موجود هنا جوه البريتون. قاعد كابس على الكدني اليمين ده. مين الاورجان ده؟ اللي وزنه كيلو ونص تقريبا. الكبد، برافو عليك، الليفر. اذا الليفر كابس على الرايت كدني فموطيها. ماشي؟ فالرايت كدني لور عن الليفت كدني. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب دان، شيل يا باشا الحاجات الوحشه دي. فبالتالي احنا عندنا الليفت كدني اعلى شويه. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ هقول لسعادتك، انهي ريب اللي انت شايفها دي؟ دي يا دكتور ال 12th ريب. طب تيجي ازود لك ال 11th ريب كمان؟ تعال عشان احتاجها. ال 11th ريب رايت وليفت يا باشا. يا سلام، عز الطلب. ها، فاكرين يا اولاد لما قلنا معلومه قبل كده ان اي ريب ما بين كل ريب وريب في حاجه اسمها انتركوستال سبيس؟ فاكرين الكلام ده؟ انتركوستال سبيسز قلناها في الكارديو. تمام. طيب دلوقتي انا عندي 11th ريب و12th ريب، اخر فقرتين، اخر سوري اخر ضلعين من ناحيه ورا، ماشي؟ الليفت كدني اعلى، فبالتالي الليفت كدني وراها ال 11th ريب و12th ريب. حلو حلو. لكن الرايت اوطى في الليفل، فمش طايله يا عيني مين؟ ال 11th ريب، فوراها ريب واحده اللي هي 12th. طيب الابر بول بتاع الرايت كيدني بيوصل ليه السبيس ال 11th سبيس، لكن الليفت كيدني الابر بول بتاعها بيوصل ليه ال 11th ريب. واكتب كده ان الريب اعلى من السبيس عشان لما تيجي تفتكر في الامتحان هو مين كان بيوصل لل 11th ريب ومين بيوصل لل 11th سبيس. الاعلى الريب، ال 11th ريب اعلى من ال 11th سبيس. اذا مين اعلى؟ الليفت، يبقى الليفت هي اللي توصل لل 11th ريب، لكن الرايت واطيه شويه فبالتالي بتوصل لل 11th سبيس، انتركوستال سبيس. لما اجي اكلمك على الريليشنز، على البوستيريور ريليشن، ايه الحاجات اللي ورا الكليه؟ هقول لك ان الرايت وراها، عشان دي غلطه في الكتاب بس بتتصلح كل سنه عادي. الرايت وراها ريب واحده اللي هي رقم 12 عشان هي واطيه، تمام؟ لكن الليفت وراها اثنين ريب، ال 11 وال 12. اوكي؟ عرفنا الكلام الجميل ده؟ فكاتب لك اهو حتى ان الليفت كدني بتوصل لل 11th ريب، لكن رايت كدني اخرها السبيس بس، ما بتوصلش لل 11th ريب. ماشي؟ كلام جميل. طيب الكليه بتمتد من، بالنسبه للفقرات بقى، من ان لفين؟ مش انت بتقول ان الاثنين هيبقى كده كده وراهم ال 12th ريب، صح؟ الاثنين وراهم 12th ريب. طب ال 12th ريب دي بتطلع منين؟ من 12th ثوراسيك فيرتبري. يا سلام. اه يعني دي اخر ثوراسيك فيرتبري. حلو حلو.
بص بقى هتلاقي وراها كمان ايه، لمبر واحد، لمبر اتنين، لمبر تلاتة. اذا الكليه، امتداد الكليه بالنسبه للفقرات 4 فقرات، اخر واحده ثوراسيك اللي هي 12 12 واول 3 لمبر، يبقى من 12 ثوراسيك للثيرد لمبر فيرتبر. كلام جميل. في اي حاجه صعبه حتى الان؟ واتفقنا ان هي موجوده في البارا فيرتبرال جاتر، وسلوبنج، واوبليك، مايله ميلتين وبتاع، وليله زرقاء. اوكي، عرفنا كده الايه، اللاي والبوزيشن والاكستنشن من تي 12 ل ال 3، والسلوب اهو ان الايه البتاع ده الهايلام باصص فورورد وميديالي ماشي، واوبليك ان الابر بول اقرب للميديان بلين من اللور بول. كلام جميل، كلام جميل. طيب يلا ناخد لونجيتيودنال سيكشن في الكلي. احنا اوريدي واخدين اللونجيتيودنال سيكشن في الكيدني، عايزين بس ايه نشوف. طيب احنا محتاجين البروتون في حاجه؟ لا، شكرا شكر شكر. اه ده المكان اللي بتقعد فيه الاستومك. ها ها، كفايه كفايه دلوقتي. يلا احنا كده خدنا لونجيتودينال سيكشن، يعني جبت الكليه دي وجبت سكينه وقطعتها بالطول كده، فبالتالي ده المنظر اللي انا هشوفه ماشي. طيب لقينا ان الكليه عباره عن جزئين مش جزء واحد. ده فيه يا دكتور من بره ده كورتكس، من بره ده ايه؟ كورتكس. خلاص مش محتاج قلم، هو الراجل كتر خيره ملون لي الدنيا اهو. الاخضر ده ايه؟ دي الكورتكس. امال مين اللي جوه ده يا دكتور؟ دي المظله، تمام، دي الايه، المظله. يبقى من اول الاهرامات دي كلها لحد جوه دي المظله، مين اللي بره ده؟ الكورتكس. كل اللي جوه دي مظله. اذا لونجيتودينال سيكشن بلاقي فيه حاجتين، كورتكس يا دكتور بره، والمظله ايه ناحيه جوه. مما تكون المظله، بص هتلاقي عندك نص صفحه قذره مش عايزك تحفظ، يلا اوصف انت شايف ايه. مما تكون المظله، ايه ده؟ دي حاجات عامله زي الاهرامات، ليها بيز وليها ايبكس، ليها قاعده وليها بوزه، تمام. البيز بتاعتها ناحيه فوق ناحيه الكورتكس. اوكي، طيب إيه الحاجات اللي شبه الاهرامات دي نسميها ايه؟ هنسميها اهرامات بيراميدز. يا سلام، هنسميها رينال بيراميدز. اوكي ماشي، عددهم كام؟ من 10 ل 18، رينال بيراميد. حلو. طيب وبعد كده رينال بيراميد بتسلم لحاجه اسمها ايه؟ ماينور بص كالكس، كالكس المفرد سي اي ال واي اكس، يعني كاس، كاس. عارفين الكؤوس بتاع الزمان بتاعت الاباطره اللي تيجي في المسلسلات التركيه والحاجات القديمه قوي دي ماشي، كانت بتبقى عامله واخده نفس الشكل ده اللي هو هذا الشكل. كالكس كاس اللي هو، وليه قاعده بقى كده ماشي. هذا هو ايه؟ الماينور كالكس. كل بيراميد بيسلم لكالكس، كالكس ماينور كالكس. وطالما قلت لك ماينور كالكس يبقى اكيد اكيد في ايه؟ في ميجور كاليسز. مش كالكس جمعها كاليسز، كالكس ده المفرد جمعها كاليسز الجمع، تمام. فطالما في ماينور ها كاليسز يبقى اكيد اكيد في ايه؟ ميجور كاليسز. يبقى الماينور كاليسز عددهم برضو، ما كل واحد كل بيراميد بيطلع منه ماينور كاليكس، يبقى عدد الماينور كاليسز ايه؟ برضو من 10 ل 12 يعني، تمام. كلام جميل. طيب وبعد كده الماينور كاليسز دي هتسلم بعد كده لميجور كاليسز، عددها تقريبا كام؟ 2 او 3 كده ميجور كاليسز. وبعد كده الميجور كاليسز دي هتسلم الحته التخينه في اليوريتر اللي كان اسمها ايه؟ البلفس اوف اليوريتر او الرينال بلفس، تمام كده؟ تمام. واتفقنا ان التجويف ده في الكليه اسمه الرينال ساينس، الجيب ده في الكليه اسمه الرينال ساينس، الحته اللي داخله لجوه دي ماشي، اللي بيدخل ويطلع فيها الهايلا ماشي. فيقول لك دلوقتي سعادتك ان في حاجه اسمها الساينس اوف الكيدني. الساينس اوف الكيدني دي عباره عن ايه؟ سنترال ريسس جيب في النص في المنتصف، سنترال ريسس جيب او تجويف في المنتصف بالظبط. وزن ذا هايلم اوف الكيدني هو شيء كونتين، يعني في الحته بتاعت الهايلم اوف الكيدني اللي بيبقى كونتين ايه بقى؟ الرينال فيزلز اللي هو رينال ارتري وفين والبلفس. كلام جميل. في اي مشكله؟ رينال ساينس جميل، كورتكس مظله، مظله فيها بيراميدز 10 ل 12، كل بيراميد بيسلم ليه ماينور كاليسز عددها 10 ل 12 ولا حاجه، وبعد كده بيسلم الميجور كاليسز اللي عددها 2 3 اللي بعد كده بتسلم ليه البلفس اوف اليوريتر. حلو. طيب المظله كونسيست اوف كونيكال ماسز بنسميها رينال بيراميدز من 10 ل 12، البيز بتاعت البيراميد بتبقى ناحيه الكورتكس، لكن الايبكس انا بقرا معاك، الايبكسز بتبقى اللي هي الرينال بابيلي، البوز بتاع البيراميدز بنسميها رينال بابيلي، تمام، بتبقى توارد ناحيه مين؟ بص ناحيه مين؟ ناحيه الساينس. البوز بتاع البيراميد بص ناحيه الساينس، البوز بتاع البيراميد بص ناحيه الساينس، تمام. طيب كلام جميل جدا، وقلنا الساينس بتاع الكيدني وبتاع. طيب
بص بقى يا سيدي، مش احنا قلنا ده الكورتكس؟ اه. بس بص هتلاقي في حتت من الكورتكس نازله جوه المظله ما بين البيراميدز وبعضها، اللي هي الحتت دي تبع الكورتكس. فيقول لك في كورتيكال تيشو بيكستند ما بين مين ومين؟ ما بين البيراميدز وبعضها، تمام كده؟ هنسميه ايه سعادتك؟ هنسميه كولومز. عواميد هنسميه ايه؟ الرينال كولومز. اوكي؟ كلام جميل. دكتور الكليه دي مش بتتقسم للوبس؟ لفصوص؟ اه. الفصوص دي بقى بتتكون من ايه؟ حلو السؤال ده. كل رينال بيراميد بالكورتيكال تيشو اللي فوقه، ده الكورتكس اهو، كل رينال بيراميد بالكورتيكال تيشو اللي فوقه ده كده لوب. فالرينال بيراميد ده بالكورتيكال تيشو اللي فوقه ده لوب، الرينال بيراميد ده بالكورتيكال تيشو اللي فوقه ده لوب، اند سو اون. اذا ايتش بيراميد مع الكفرنج كورتكس بتاعه بيمثل رينال لوب. حلو؟ في اي مشكله؟ يبقى في اللونجيتيودنال سيكشن في اي حاجه صعبه؟ كورتكس ومظله، والكورتكس خلاص المظله يا باشا فيها بيراميدز، والبيراميدز عددها من 10 ل 18 بيسلموا ماينور كاليسيس، عددها من 10 ل 12 يسلموا ميجور كاليسيس، والميجور كاليسيس بعد كده هتسلم الرينال بلفس. خلاص وعرفنا ان في ساينس جوه هايلم، ماشي. بيعدي في الثلاث حاجات بتوعنا، وكل بيراميد بالحته الكورتكس اللي فوقه يعملوا لي لوبه، والكورتيكال تيشو اللي نازل ما بين البيراميدز اسمه رينال كولومز. في اي حاجه صعبه؟ الدنيا جميله ولذيذه خالص خالص خالص. يبقى اتفقنا المظله بيراميد، ماينور كاليسيس، ميجور كاليسيس، ثم رينال بلفس، ثم الساينس عرفناه وقلنا ان ده سنترال ريسس، ماشي، وزن الهايلم بتاع الكدني اللي بيكونتين بقى رينال بلفس والحاجات دي. طيب الكفرنجز الحاجات اللي بتغطي الكليه، ماشي. طيب الكليه دي احنا اتفقنا في الكارديو ان اغلب الاورجانز متغطيه بحاجات تحميها، to protect and support، تمام؟ تمام. خلي بالك الكليه مرميه ناحيه ورا. يعني ايه يا دكتور مرميه ناحيه ورا؟ احنا اتفقنا ان اغلب الابدومينال اورجانز متحوطه بالبريتون الكبير اللي وريتهولك، تمام؟ تمام. طيب الكليه كانت مرميه ورا البريتون، فما فيش حاجه محوطاها كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه الكليه مرميه ناحيه ورا، انا لو خدت خبطه في جنابي من ورا الخبطه دي هتبقى دايركت واصله للكدني، الموجات الويفز بتاعتها هتوصل للكدني. فلو الكدني كده مرميه، الكدني لو مش متحوطه بحاجه تحميها، اي خبطه في جنبي هتتهتك، هتبوظ، هنزف، هموت. فمن حكمه ربنا انها مش هتتغطى بغطا واحد، ده هتتغطى باربع اغطيه. ياه للدرجه دي؟ اه، عشان هي ورا، هي معرضه لاي تروما، اي خبطه، تمام. فتلاقي ان الكليه بتاعتنا متحوطه باربعه لايرز. تعالى نشوفهم، تعالى ايه نرجع للهوم خالص ونشوف اللايبراري بتاعتنا في الكونتنتس البروسيجر ريليشن. جات ات. حلو قوي الكلام ده. تعالى يا باشا، دي الفاشيه ترانزفيرساليس محتاجينها بصراحه، بس مش دلوقتي، عادي ممكن نشيلها دلوقتي. بص يا سيدي، احنا عايزين نشوف الكفرنج بتاعت الكدني، ماشي. مبدئيا كده هنلاقي ان الكليه، ادي الكدني من جوه. تعال الاول نشيل الطبقه دي هايت، ونشيل دي هايت، بعد كده في طبقه فات ورا نشيلها برده هايت، في طبقه فات على الكدني نشيلها برده هايت. دي الكدني؟ لا. فاكر في الهارت لما كنا بنضغط على البتاع على الهارت ما كانش بيقول لنا هارت، كان بيقول لنا ده البريكارديوم، اشهر البريكارديوم، تلاقي الهارت جوه. نفس الكلام، هل دي الكدني؟ لا دي مش الكدني. امال دي الكبسول اوف الكدني، دي الايه؟ دي الفايبرس كبسول اوف الكدني، ولازقه في الكدني، ماشي. دي الانتيريور اهي، ودي البوستيريور بتاعتها، دي الايه؟ يبقى دي الفايبرس كبسول، يعني دي مش الكدني، دي كبسوله على الكدني. يبقى ده اول غطا. واتفقنا، انا ما اتفقناش لسه، التغطيه بتاعت الكدني تتبع نظريه البشاميل، طبقه 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 طبقه. فهيبقى عندنا طبقة كونكتيف تيشو، بعدها طبقة فات، طبقة كونكتيف تيشو، بعدها طبقة فات، ماشي. نظرية البشاميل. حلو حلو. فاحنا أول طبقة بتغطي الكدني هي كونكتيف تيشو كبسول، لازقة في الكدني، اسمها الكبسول أوف الكدني. شكرا، ماشي يا سيدي. وبعد كده الطبقة اللي بعدها، الطبقة اللي بعدها هي طبقة دهون، اسمها إيه سعادتك؟ اسمها بري، يعني قدام، بري رينال فات. عايز اجيبها لك على طول بقى، يلا. ها اهي، شفت طبقه الدهون دي اللي على الكبسوله؟ طبقه الدهون اهي،
اسمعي يا سعادتك، البيري رينال فات، بيري رينال فات، يبقى اول طبقه كونكت تيشو كبسول اللي هي لازقه على الكني على طول، ثم البيري رينال فات. حلو كده؟ طيب يا باشا، وبعد كده عايزين كونكت تيشو كبسول تاني، هيبقى اسمها ايه بقى سعادتك؟ اسمها رينال فاشيا. يلا يا رينال فاشيا. شفت بقى الطبقة اللي ظهرت دي الجديدة دي اسمها ايه؟ دي رينال فاشيا. حلو كده؟ حلو. يبقى الكلية كان لازق عليها دايركت الكبسول، ثم الدهون دي البيرينال فات، ثم الطبقة اللي بدأت تظهر كمان دي اللاير دي الشفافة دي، دي اسمها ايه؟ الرينال فاشيا. ثم بعد كده باقي لك ايه؟ طبقة الدهون كمان موجودة ناحية ورا اهي، عايزين نشوفها؟ اه، يبقى لازم نشيل الدايفرام. شيل الدايفرام اهو، طبقة الدهون اللي ورا دي، دي اسمها ايه؟ بارارينال. وما تلخبطش بين البيرينال اللي لازقه على الكدني او فوق الفايبرس كبسول على طول والبارارينال. ماشي؟ خلي بالك ان البارارينال فات ده جزء من الايه سعادتك؟ من الريتروبيروتونيال فات. في دهون ورا البريتون، احنا اتفقنا ان الكلي ورا البريتون اصلا صح؟ في دهون بتبقى موجوده في الجسم ورا البريتون، حاجه اسمها ريتروبيروتونيال فات. فالبارارينال فاش البارارينال فات ده جزء من الايه؟ جزء من الريترو بروتونيال فات، من الدهون اللي ورا البريتون. تمام؟ هو باين اهو، هو ورا الكلية اصلا اهو، اه دي الدهون دي. ماشي؟ كتلة دهون محترم. ماشي؟ يبقى الكلية عليها كبسول، ثم ادي اول طبقة كونكتيف تيشو، ثم طبقة الدهون على طول اسمها بيري رينال فات، ثم طبقة الايه؟ الرينال فاشيا دي اللي ظاهرة قدامنا دي فاشيا اهي. تمام؟ ثم ورا خالص طبقة الدهون الرابعة بقى اللي هي ايه؟ البارا رينال فات. تمام؟ في اي مشكله؟ دول الاربع طبقات اهو. شفت رينال فاشيا الجميله دي؟ دي اسمها رينال فاشيا الخضراء دي. حلو. هيقول لك معلومه، هيقول لك ان رينال فاشيا دي لاترالي من الجنب. فين لاترالي يا اولاد؟ فين اللاترال؟ انا باص من ورا اهو، ده يمين وده شمال، يبقى ده لاترال اهو، يعني من هنا كده هتكمل مع فاشيا كمان، هتلف. بص، عايز اصغر شويه، هتكمل من الجناب مع فاشيه ثانيه. انت عندك الرسمه دي بالعرض، الرسمه دي كروس سكشن ده عندك مرسوم، هتلاقي الكليه وراها عضلتين هنا صغننين، وفي عضله كده وفي فاشيه هتطلع لقدام، اسمها فاشيه ترانسفيرسالس. هرسمها لك عشان عايزها بالشكل ده، فاشيه ترانسفيرسالس. الله، انا عايزها برضو الاوفر فيو. بص، ادي الكليه وادي الرينال فاشيا اهو، الطبقه دي اسمها رينال فاشيا. لاترالي مكمله مع مين؟ من الجنب ده مكمله مع مين؟ مع الفاشيا دي اللي بتلف تحوط الجسم ده، اسمها ايه؟ فاشيا ترانسفيرسالس. يبقى الرينال فاشيا لاترالي بتكمل مع مين؟ مع الفاشيا ترانسفيرسالس. تمام؟ في اي مشكله؟ كلام جميل. ده كروس سكشن اللي عندك، عايزك تتخيله بقى. ادي الكليه راسمها لك، وراسم لك عضله وراها اهو، ماشي؟ وراسم لك بقى، بص، الكليه عليها طبقه دهون، وبعد كده طبقه ايه؟ الرينال فاشيا اللي بتكمل بين الجنب. واصله الصوره دي؟ الفيو ده وصل مرسوم عندك في الكتاب او صوره عندك في الكتاب، ماشي؟ في فيو تاني بقى ايه؟ من الـ واخد فيه ساجيتال سيكشن في الكدني وباصص من الجنب، ماشي؟ اللي هو لونجيتيودنال سيكشن ده، عايز اوريه لك اهو، ده لونجيتيودنال سيكشن، يعني دي كليه اهي، ماشي؟ انا قاطع كده، ماشي؟ فبرضه هيبقى فيها سوبرينال جلاند، هشوف ايه نصها بس من الجنب بالطول برضه، ماشي؟ فدي الكليه اهي، حواليها على طول يعني الكليه اللي بينك دي الاخضر الذي فيه على طول ده الكبسول، ثم بعد كده في طبقه دهون داخليه اهي اسمها بري رينال فات او بيري رينال فات، ماشي؟ السبيلنج بيري رينال اللي هي بي اي ار اي، مش كده يعني، بيري رينال. تمام؟ ثم بعد كده الرينال فاشيا اللي هي الاخضر اللي بره ده، ماشي؟ هذا الاخضر ده الفاشيا، يبقى الاخضر اللي جوه ده الكبسول، الاخضر اللي بره ده الفاشيا، الدهون اللي ورا الكليه بقى اسمها ايه؟ بارارينا، ماشي؟ بارارينا ايه؟ فات، يبقى في بيرينا فات وفي بارارينا فات. اوكي؟ نظريه البشاميل، كبسول فاشيا، كبسول بيري فاشيا بارا. اوكي؟ طيب نيجي للعنوان بعد كده، الا وهو الريليشنز، ايه العلاقات او ايه الحاجات اللي قدام الكليه والحاجات اللي ورا الكليه، وده عنوان مهم جدا، الريليشن اوف الكدني. العلاقات بتاعه الاثر اورجانز بي الكدني، وده يعني من اغلب مشاكل او من اهم مشاكل الموديولز بصراحه، ان بيبقى في ديسوسيشن شويه، يعني انا مع نظام الموديول قوي 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 قوي،
بحب قوي السيستم اللي على بعضه، ان معلومه من الاناتومي على معلومه من الهيستولوجي على معلومه من الفسيولوجي يسلموا لي معلومه كلينيكال محترم، انا بعشق ده. بس يعني من رخامه الموديولز شويه ان في ديسوشيشن الاورجانز او السيستمز في جسمنا مفيش ديسوشيشن، مفيش اي سيستم شغال لوحده، مفيش اي سيستم منفصل، هو ليه علاقه باللي حواليه. فانت للاسف ممكن تكون ما درستش اللي حواليه، فانت بتتكلم على الكليه هقول لك ان ليه علاقه بالاستومك والديودينام والجوجينام والبنكرياس والليزبلين ايه الحاجات دي، دي فين؟ ده في جي اي تي. الجي اي تي انت درسته؟ لا لسه. طب انت عارف الاورجان دي شكلها عامل ازاي في الجسم او اماكنها يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ لا لسه. فانت مش متخيل الصوره كامله للاسف، بس انا هحاول قدر الامكان ابسط لك الدنيا عشان تفهم ريليشن اوف الكيدني كويس، خصوصا من قدام، من ورا الدنيا سهله، خصوصا الانتيريور ريليشن. عايزك تتخيل معايا البناء الاناتوميكالي بتاع الجسم كله، من اول بقي، فتح البق ماشي، بعد البق في ايه؟ فارنكس، صح؟ في فارنكس اللي هو كومن باسوي، والفارنكس ده يا يتقسم بقى، يا يبدا ده كومن باسوي للاكل والهواء، يا يبدا يطلع لقدام ويعمل تراكيه اللي هتخش لللانجز ويعمل لي جهاز تنفسي، يا يرجع لورا لو انا باكل الاكل هيرجع لورا يمشي فيه الاسوفجس في البلعوم. حلو، ادي الاسوفجس اهو، والاسوفجس البلعوم ده هيخش فين؟ في الاستومك، ماشي، كلام جميل. والاستومك بعد كده بتكمل مع مين؟ مع الاس 12 اللي هو الديودينم، صح كده؟ ماشي. ثم الديودينم الجميل ده يكمل مع الجوجنم، احنا عندنا في السمول انتستن 6 متر تقريبا، ماشي، الجوجنم. واخر حاجه في السمول انتستن اسمها الاليوم. اذا السمول انتستن ده عباره عن ديودينم وجوجنم واليوم، ماشي. الاليوم ده بعد كده بيخش فيه حاجه اسمها السيكم في الكولون بقى، في اللارج انتستن. السيكم ده اللي بيطلع منه زائد الصغننه دي زائد الدوديه، تمام. وهذا السيكم يبدا يعمل لي اللارج انتستن اللي فيها الاسندنج وترانسفيرس اللي يمشي العرض والديسندنج كولون، صح. وبعد كده ينتهي بالسيجمويد كولون اللي هينتهي بريكتم ثم الانس، فتحه الشرج في الاخر خالص. بس انا عايزك تتخيل الاورجنز دي. حلو حلو باشا، عارفين رايت وليفت اكس، ده الرايت وده الليفت، صح كده. يبقى من اول الاسوفيجاس انا بدات اتخيل الاسوفيجاس ده هيخش للاستومك، الاستومك بترمي شويه ناحيه الليفت، خد بالك انت. وبعد كده ديودينم بيبقى رايح ناحيه الرايت، اوكي. والديودينم الاس 12 ده فيه فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت فورث بارت، فالحته دي اسمها سكند بارت اوف ديودينم، تمام. ثم الجوجنم ثم الاليوم، بعد كده عندي ده الاسندنج، ماشي. وده انا عايز اعرفك بس دي اسمها ايه؟ كوليك فليكشر، دي ثانيه حته متنيه اهي، هي اسمها فليكشر تمام. وده كولون اسمها كوليك، ودي رايت ولا ليفت؟ دي رايت. اذا دي رايت كوليك فليكشر، اذا دي برافو عليك الليفت كوليك فليكشر. كلام جميل كلام جميل. طب باقي الاورجنز يا دكتور، احنا ده رايت صح؟ مين الاورجن الكبير اللي موجود ناحيه الرايت؟ الله يفتح عليك الليفر، الكبد. طب بيقابلوا مين الناحيه الثانيه؟ الله يفتح عليك الطحال، السبلين، تمام كده. طب شايف الديودينم ده بيحوط على راس اورجن مدهن كده، اورجن كله دهون، هو حته دهنه كده، نشوفه حتى على الارض الواقع، هو حته دهنه كده. الاورجن ده اسمه ايه؟ بنكرياس. ده البنكرياس، بص الديل بتاعه رايح ناحيه مين؟ ناحيه الشمال، المفروض بيخبط في السبلين كمان، يعني المفروض السبلين يبقى هنا، لان الديل بتاعه بيخبط في السبلين، تمام. تخيلت الاورجن من اول الاسوفيجاس للاستومك اللي بتبقى ناحيه الشمال شويه، لكن الديودينم بتاعها ناحيه اليمين شويه، وناحيه اليمين في اورجن كبير اسمه ليفر يقابل على طول السبلين، وعندي هنا البنكرياس اللي ديله بيروح ناحيه الشمال، التيل بتاعه بيروح ناحيه الشمال. تخيلت الموضوع؟ انا عايز اقول لك ان اغلب الحاجات دي كلها كده فوق التو كيدنس. مش احنا اتفقنا ان الكليه موجوده ورا على البوستيريور ابدومينال وول، ريترو بروتينيه ورا البريتون، اذا كل الحاجات اللي جوه البريتون هتبقى قدام الكليه، بس قدام اليمين ولا الشمال وقدام انهي حته في الكليه؟ عشان دي ممكن تجي لك في العملي ويحط لك بقى، مع ايامنا كان يجيب لنا الكليه ويحط لنا الدبوس هنا فيقول لك دي ايه، او دبوس هنا ويقول لك دي ايه، الحاجه اللي معلمها هنا دبوس هنا ويقول لك الحاجه اللي معلمها هنا دبوس هنا ويقول لك الحاجه اند سو اون. فده كان شكلي اعتقد ممكن يجي لك هذا نفس السيناريو بس صوره فوتو، النظام بقى اوسبي، يعني هيجي لك صوره كليه محطوط فيها دبوس هنا مثلا، او يشاور لك بسهم هنا، مين اللي معلم هنا، مين اللي معلم هنا، ماشي. طيب واحده 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 واحده، احنا بنبص من قدام يا باشا، ماشي. فين الرايت وفين الليفت؟ ادي الرايت وادي الليفت معكوسين. ده مين؟ ده الاسوفيجوس. ادى مين؟ استومك. ها الاستومك علمت على مين؟ الاستومك ناحيه الشمال شويه، اذا تعلم على مين؟ على ليفت كيدني.
اذا العلامه دي البينك دي بتاعت الاستومك. اه طب الاول استنى استنى معلش معلش قبل ما نبدا اي حاجه، هو مين الخضر دول؟ هي الكليه، مش فوقها الغده الفوق كلويه السوبرينال جلاند؟ اه اهو مكانها انتيريور اند سوبيريور، يعني قدامه وفوق الكليه بهذا الشكل. اذا ده برضه انتيريور ريليشن. اذا اول حاجه السوبرينال جلاند يمين وشمال، دي من الحاجات المشتركه، هتلاقي في حاجات مشتركه. تمام؟ تمام. طيب بعد كده قلنا الاستومك مرميه ناحيه الشمال. افتكر ان طالما الاستومك علمت على الشمال يبقى على طول الديودنم بتاعها هيروح يخبط في اليمين، هيروح يخبط في الكليه يمين، يبقى الاستومك شمال بس الديودنم من الناحيه الثانيه يمين. وافتكر ان الديودنم ده بيحوط على راس اورجان مهم جدا اسمه بنكرياس، بس الديل بتاع البنكرياس بيروح يخبط في الكليه الشمال اهو، يبقى البنكرياس معلم على الليفت كدني اهو. حلو حلو. وقلت لك في اورجان كبير موجود ناحيه اليمين اسمه الليفر، الليفر ده بيتقسم ليه؟ ده كله الليفر اللي بيلزق ده، بس انا مش عايز انغوش على الدنيا هنا، فمظللك بس الحته اللي على الكلي، لكن ده هو مكمل بهذا المثلث. فالاورجان الكبير ده اسمه ليفر، هذا الجوت اسمه رايت لوب، ده الفص اليمين بتاع الليفر وده الليفت لوب. مين اللي معلم على الرايت كدني؟ الرايت لوب بتاع الليفر، اذا مش الليفر كله، ده الرايت لوب بس بتاعت الليفر. حلو؟ والديودنم ده يا اولاد ده انهي جزء في الديودنم؟ السكند بارت، مش الديودنم كله، اتفقنا؟ في فيرست بارت، في فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت وفورث بارت، انهي جزء اللي معلم على الكليه؟ السكند بارت في الديودنم. جميل؟ جميل. طيب بقى لنا ايه؟ حاجات برضو مشتركه، ايه برضو مشترك؟ احنا قلنا سوريان جلاند يمين وشمال. اه اتفقنا بقى ان الديودنم بعد كده هيسلم حاجه اسمها الجيجنم، والسمول انتستن لسه قايل لك طولها 6 متر. فانت متخيل ان الكويلز بتاعت الجيجنم دي عماله تروح يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال، اذا الجيجنم عمال يخبط في الكليه يمين ويخبط في الكليه شمال. واصله؟ طيب اتفقنا ان الامعاء الدقيقه السمول انتستن هتنتهي بحاجه اسمها اليا، مش مشكله. هتخش فيه تبدا الكولون، القولون بتاعنا اللي فيه اسندنج وترانسفيرس وديسندنج. واتفقنا ان الثانيه بتاعت القولون اسمها ايه؟ برافو عليك، فليكشر. فليكشر عندي هنا ناحيه يمين رايت كوليك فليكشر، يبقى هيعلم على رايت كدني، وهنا ليفت كوليك فليكشر هيعلم على ليفت كدني بديهيا. فمن الحاجات المشتركه السوبرينال جلاند فوق الاثنين، الجيجنم بيخبط في اليمين والشمال ويمين والشمال، الكوليك فليكشر بس هيختلف ان هنا رايت وهنا ليفت، بس هنا في كوليك فليكشر معلم على الكليه وهنا في كوليك فليكشر معلم على الكليه. الحاجات اللي مختلفه الاستومك ناحيه الشمال بس الديودنم بتاعها ناحيه اليمين، وافتكر الديودنم بيحوط راس البنكرياس اللي ديله هيروح يخبط في الشمال، وعندي اورجان مهم جدا ناحيه اليمين اسمه ليفر هيقابل اورجان مهم ناحيه الشمال اسمه سبلين طحال. واصله؟ اتمنى لو تعرف ترسم رسمه زي دي بايدك هتبقى انجزت جدا الانتيريور ريليشن، والموضوع سهل والله وتخيلي مش اكتر. زي ما قلت لك هي مشكلة بس انك بتدرس السيستم على بعضه، انك لما بيكون في ريليشن بسيستم تاني انت لسه ما درستوش بيبقى الموضوع مش متخيله قوي، فبحاول افرش لك فرشة تبدا ايه تتخيل السيستم كله على بعضه، السيستم التاني ده عامل ازاي فعلاقته بيك ايه. تمام؟ كلام جميل. البوستيريور ريليشن سهلة جدا سهلة جدا، انت وراك الريبس سواء يمين او شمال وثلاث عضلات وثلاث نيرفات، شكرا. طب تعالى نتخيل، تعالى نتخيل يا باشا فين البوستيريور ريليشن، تعالى اجيب لك البوستيريور ريليشن. ادي البوستيريور ريليشن، افتح يا باشا. انا عايز اجيب الريليشنز الحاجات اللي ورا الكليه مش اللي قدامها بقى، احنا قلنا اللي ورا اللي قدام. تمام؟ فمبدئيا ده مين ده؟ ده مين اللي بالاخضر ده؟ ده الفاشيا ترانسفيرسال صح؟ محتاجينها في حاجه؟ لا غطيها شكرا. ها دي الكليه، انا عايز اعرف حاجات اللي ورا الكليه. اول حاجه مين القبه دي؟ ده الدايفرام، ده الحجاب الحاجز. اه نازل ورا الكليه ولا لا؟ اه تصدق يا دكتور ده نازل ورا الكليه فعلا. اه يبقى اول حاجه الدايفرام، ده اول عضله. طيب بعد كده تاني عضله، العضله دي اللي لازقه على طول في الفرتبري ورا الكليه على طول، اهي العضله ده اهي المنوره دي، اسمها سوس ميجور والبي سايلنت، الله يكرمك، اسمها سوس ميجور مش بي سوس ميجور، اسمها سوس ميجور. اوكي البي سايلنت اوكي، بس فيها دكتور عضله جنبها كمان ايه منوره ايه اسمها ايه؟ عضله بتاعت الدانسرز الرقصات. تمام؟ الكوادريتس لامبورا. تمام؟ يبقى انا ورا الكليه ثلاث عضلات، مين هم؟ برافو عليك، من فوق دايفرام وبعد كده سوس جنبها كوادريتس لامبورا. حلو الكلام؟ ادي دول الثلاث عضلات اللي ورا الكليه.
ورا الكليه كمان ثلاث نرفات. مين الثلاث نرفات؟ مبدئيا يا اولاد، مش احنا اتفقنا ان السبيسز اللي ما بين الريبس اسمها انتر كوستال سبيسز؟ طيب ده الريب رقم 12، اخر سبيس تحت الريب رقم 12 هيبقى اسمها انتر كوستال؟ لا، لان مفيش 13 عشان يبقى ما بينهم سبيس، هو اخر واحد اصلا. فالسبيس اللي تحت ال 12 هسميه سب كوستال. ولو فاكر في الارتيريا سبلاي في السي في اس كان الانتر كوستال سبيس ده في فيزلز ونيرف، انتر كوستال سبيسز سوري انتر كوستال نيرفز وفيزلز، يعني في انتر كوستال ارتري اللي كان انتيريور بيطلع من انترنال ثوراسيك وبوستيريور بيطلع من اورت. anyway يعني السبيسز دي بيبقى فيها فيزلز ارتري ونيرف ارتري وفين وفي نيرف. حلو، فانا الاثنين وراهم ال 12 ستريب، يبقى السب كوستال فيزل اللي طالع من تحت ال 12 ستريب هيبقى ورا الكليه. وبالتالي حصل الكليه اهي، هتلاقي فيه ازرق خط ازرق ده الفين سب كوستال فين، هتلاقي فيه احمر ده سب كوستال ارتري سب كوستال ارتري. تمام تمام. طب هتلاقي فيه اصفر، مين الاصفر ده؟ ده السب كوستال نيرف. يبقى فيه ثلاثه سب كوستال، سب كوستال ارتري وفين اللي على بعض بنسميهم سب كوستال فيزلز ونخلص، وسب كوستال نيرف. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب يبقى ده اول نيرف اللي هو سب كوستال نيرف. في اتنين نيرفات برضه هيطلعوا من ورا الكدني، الاصفر ده والاصفر ده، الاصفر القصير ده. الاصفر القصير اسمه اليو هايبوجاستريك، اليو هايبوجاستريك. والاصفر اللي تحته الكبير ده هيبقى اسمه اليو انجواينال، لانه رايح للانجواينال ريجون من قدام. تمام، يبقى انا عندي اليو هايبوجاستريك واليو انجواينال، مش باقي لهم غير اليو ديانج. لا دي قلشه وحشه قوي ما لكوش دعوه بيها. تمام ماشي، يبقى اتفقنا ان في ثلاث نرفات ورا الكليه وفي ثلاث عضلات ورا الكليه. ثلاث عضلات دايفرام سوس ميجور كوادريتاس لامبور، ثلاث نرفات سب كوستال نيرف ومع الفيزلز. عندي اليو انجواينال اليو هايبوجاستريك، اليو انجواينال اللي تحت واليو هايبوجاستريك اللي فوق. اوكي، بوستيريور ريليشن فيها اي مشكله؟ انتيريور ريليشن حاولنا نتخيل، مش عايز اعملها لك هنا عشان الدنيا هتبقى عجنه ومش هتعرف تتخيل الموضوع خالص، فرسمتها لك احسن، الدنيا تبقى اسهل شويه. تمام، والبوستيريور ريليشن الرسومات دي مهمه جدا. مهمه برضه يا ولاد بالنسبه للريبس، عشان دي بقى ايه غلطه في الكتاب ممكن يعني بتتصلح يعني. انا باصص من ورا الرايت، يبقى ده الرايت، والليفت ليفت طالما باصص من ورا. الرايت الليفل بتاعها اوطى شويه، ليه؟ عشان كان فوقها مين؟ الليفر. برافو عليك. اوكي، فالرايت مش طايله الريب ال 11 وراها ال 12 بس، لكن الليفت وراها الاثنين، الريب ال 12 والريب ال 11. فالرايت هتلاقي وراها ال 12 بس لانها واطيه، الليفت وراها الاثنين 11 وال 12. عشان ايه يا علي؟ ثلاثه ماصل دايفرام سوس ميجور كوادريتس لامبورم، تمام، ونيرفس سب كوستال الينجواينال واليو هايبوجاستريك نيرف. في اي مشكله في الريليشن اوف الكدني؟ كلام جميل والدنيا زي الفل خالص. طيب خلصنا الريليشن، اخر حاجه البلاد سبلاي، واللي هيقسم لنا الكدني دي لحاجه اسمها رينال فاسكولار سيجمنت. ايه البلاد سبلاي بتاع الكليه؟ تعالى بقى ايه واحده واحده نتفنن كده. تعالى نشيل الكليه كده، سوري الدايفرام، ونشيل العضلات دي مش محتاجينها. ماشي، عايز اضيف لك اللهم صل على سيدنا محمد الرينال ارتري والبرانشز بتاعته. فالرينال ارتري عامة عايزين اللفت رينال ارتري. رينال ارتري لفت، اوكي، سيجمنتال بقى والارتريز اوف الكيدني. ارتريز اوف ذا كيدني، بص يا ريس، شكرا. ماشي يلا، ده مين؟ ده رينال ارتري، الاثنين رينال ارتري يا اولاد بيطلعوا من الاورتا، يعني لو رسمت لك الاورتا في النص كده هتلاقيه في النص جميل كده، اورتا بيدي ليفت ورايت رينال ايه؟ ارتريز. هذا رينال ارتري هيدي خمسه برانش، بص ادى واحد بوستيريور وواحد هيمشي ورا اهو بوستيريور، حلو كده؟ وهيدي اربعه من قدام كده، واحد طالع لفوق فسميه برافو عليك سوبيريور سيجمنتال ارتري. ماشي، وواحد اثنين قدام، بس الاثنين اللي قدام ده فيهم واحد فوق وواحد تحت، فسمي ده anterior superior،
وده inferior superior سوري ده الانتيريور انفيريور يبقى ده انتيريور سوبيريور ده انتيريور سوبيريور ده انتيريور انفيريور حلو وده ماشي ناحيه تحت يبقى ده اسمه انفيريور او كودال ماشي يبقى في واحد ورا اوكي والاربعه من قدام واحد طالع ناحيه فوق يبقى سوبيريور نازل تحت يبقى انفيريور واثنين قدام حلو الاثنين اللي قدام دول هسمي واحد انتيريور سوبيريور واحد انتيريور انفيريور شكرا اسمي الكليه الخمسه فاسكولار سيجمنت يعني لو عايزين نقسم الكليه لسيجمنت هنقسمها لخمسه اكوردنج تو الارترز اللي احنا قلناها دي اسمها ايه بقى سيجمنتال ارترز اسمها ايه سيجمنتال ارترز عددهم كام برافو عليك خمسه قسموا لي الكليه لخمسه سيجمنت تعال نشوفهم تعال نشوفهم بص الخمسه سيجمنتس الله انا فين يا دكتور قدام ورا ده قدام ودي الكليه من ورا من قدام من قدام الاقي ان في انتيريور سوبيريور وانتيريور انفيريور الاثنين فاكر الاثنين سيجمنت اه واحد قدام واحد ورا وكان في واحد طالع لفوق اللي طالع لفوق ده هيبان من قدام وورا يعني واخد الكليه داير ما يدور من فوق واللي نازل لتحت هياخد الكليه داير ما يدور من تحت فتلاقيه باين من قدام ومن ورا فكان عندي السوبيريور سيجمنتال وعندي الانفيريور سيجمنتال اللي بيقسمها للكودال سيجمنت من قدام ومن ورا الحته اللي تحت دي كلها الفرق كان في ارتري ماشي ناحيه ورا اهو ده ورا اهو فده البوستيريور سيجمنت لكن من قدام كان في اتنين قدام ففي انتيريور سوبيريور وانتيريور انفيريور واصله يبقى فوق ابيكال تحت كودال قدام انتيريور سوبيريور انتيريور انفيريور ورا بوستيريور وبس بوستيريور شكرا يبقى دي الفاسكولار سيجمنتس اوف الكيدني قسمت الكليه لخمسه سيجمنتس بناء على ايه يا دكتور بناء على السيجمنتال ارترز اللي جايه من رينال ارتري اللي هم عددهم خمسه قسمتها الابيكال لان كان فيه سوبيريور سيجمنتال ارتري وكودال عشان كان فيه انفيريور سيجمنتال ارتري واثنين قدام عشان كان فيه انتيريور سوبيريور انتيريور انفيريور سيجمنتال ارتري وبوستيريور واحده بس عشان كان فيه بوستيريور سيجمنتال ارتري وصلت اتفقنا على السيجمنتال ارتريز مفيش اي مشكله باشا المفروض ان اي ارتري بيقابله فين راجع هذه السيجمنتال ارتري رايحه مفيش سيجمنتال فينز راجعه ودي معلومه مهمه ذير از نو سيجمنتال فين في الراجعه في سيجمنتال ارتري لكن مفيش حاجه اسمها سيجمنتال فينز خلصنا خلصنا طب باشا السيجمنتال ارتريز دي هتبدا تتوزع ازاي يا دكتور بسيط خالص ايه الخطوه اللي بعد السيجمنتال ارتري حاجه اسمها اللوبر ارتريز ماشي هتبدا بقى تخش ايه او الانتر لوبر ما بين اللوبيولز او اللوبس ماشي فيبدا يظهر عندك الايه الانتر بقى ايه الانتر لوبر ارتريز اهي الجميله دي ماشي الانتر لوبر دي هتبدا تتعوج كده اهو وتعمل لي حاجه اسمها الاركويت ارتري هذا الاركويت المفروض بعد كده بيدي حاجه اسمها الانتر لوبيولر ده كان اسمه انتر لوبر لكن ده اسمه انتر لوبيولر هذا الانتر لوبيولر بيدي حاجه اسمها افرنت ارتريول يعمل لي حاجه اسمها جلوميرولس هنتكلم عنها في الفسيولوجي يطلع افرنت ارتريول الافرنت رايح والافرنت هيرجع ماشي ثم انت رحت بانتر لوبيولر ارتي ترجع بانتر لوبيولر فين انا عايز اغير لك اللو اهو ترجع بانتر لوبيولر ايه فين كان في هنا اركويت ارتري يبقى في اركويت فين كان في هنا انتر لوبر ارتري يبقى في انتر لوبر فين في هنا سيجمنتال ارتري مفيش سيجمنتال فين امال الانتر لوبر دي هترجع على مين على طول على الرينال فين الرينال ارتري كان جاي من الاورتا الرينال فين هيرجع لمين برافو عليك اللي جنب الاورتا الانفيريور فينا كيفا تمام يبقى رينال ارتري اتقسم لخمسه سيجمنتال ارتريز بعد كده يدوا الانتر لوبر اللي هيتعوج ويعمل لي اركويت اللي هيدي انتر لوبيولر هيدي افرنت ارتريول ثم جلوميرولوس ثم افرنت ارتريول ثم بعد كده هرجع ب الانتر لوبيولر فين ثم اركويت فين ثم انتر لوبر وما فيش سيجمنتال فين الله يكرمك اوعى تنسى ذير از نو سيجمنتال فين وترجع بعد كده ل الرينال فين ثم الافيرو فينا كيفا اوكي مشكله تعالى برضو نجمعها صفحه يعني كارثه ماشي طيب بص بس الحته بتاعت الجلوميرولاس دي يعني انا عايز احنا وصلنا الاركويت والاركويت قلت لك بيدي حاجه اسمها انتر لوبيولر الانتر لوبيولر ده بيدي حاجه اسمها افرنت ارتريول ماشي يعمل لي كلكيعه كده
اسمها جلوميرولوس. الكلكعه دي بيبقى حواليها بقى البومنز كابسول والقنوات الملتفه القريبه والبعيده والحاجات مش عارف دي اللي بتفلتر الميه اللي هتنزل في اليورين يعني. ماشي. المهم ان انا عندي افرنت ارتريول، جلوميرولوس النص، ثم افرنت ارتريول. الافرنت ارتريول ده احيانا، مش احيانا، هو دايما جنب التيوبيولز دي، القنوات الملتفه القريبه والبعيده والحاجات دي، عارفين الفكره عنها. البي سي تي والدي سي تي هنتكلم عنها قدام ان شاء الله. بيمشي جنبها ارتري صغننه كده او كابيلاري صغننه كده، شرايين صغننه خالص، فبنسميها حتى شعيرات. اللي جنب التيوبيولز فنسميها البيري، اللي جنب تيوبيولر تيوبيولز كابيلاريز، يبقى الكابيلاريز اللي جنب التيوبيولز. فهتلاقي في الكتاب كاتب لك ان الافرنت ارتريول بتليف الجلوميرولوس عشان تعمل بيري تيوبيولر كابيلاريز. ماشي. دي اللي بتحوص الراوندنج از كولكتنج تيوبيولز في النفرون. تعرفين النفرون ده الوحده التركيبيه بتاعت الكليه، هنتكلم الوظيفيه، سوري الوظيفيه والتركيبيه يعني، هنتكلم عليها في الفسيولوجي ان شاء الله. تمام. طيب بعد كده الدم لما بيسيب النفرون قلنا بيرجع فيه الاركويد فين، ثم بعد كده الانتر لوبيولار فين، ثم بعد كده اللوبر، ثم بعد كده يرجع لمين؟ للانفيرو فينا كيف، سوري الرينال فين، للانفيرو فينا كيف. ومفيش سيجمنتال فين، مفيش ايه سيجمنتال فين. اذا صوره زي دي هاتها من على النت، مكان النص صفحه دي، يبقى عندي ديسن جاورتا بيطلع رينال ارتري، بيدي سيجمنتال ارتري، انتر لوبر، اركويت، الكورتيكال راديتا دي اللي هي الانتر لوبيولار يعني. الاركويت كان بيدي انتر لوبيولار، او هي طالعه بالطول كده فبنسميها ايه، كورتيكال راديتا، عامله زي الاشعاع كده. ماشي. طيب بعد كده بيدي افرنت جلوميرولوس افرنت، بعد كده ده بيدي بيرتيبولار كابيلاري، ثم بعد كده ترجع بعد كده برضو انتر ايه البازا ريكتا، كمان مش مشكله دلوقتي، كورونا راديتا برضو. ماشي. اللي هو الانتر لوبيولار يعني، لاركويد فين زيه، لانتر لوبر فين زيه، ومفيش سيجمنتال فين، بيرجع على طول على رينال فين ثم يفيلو فينا كيفا. اوكي. خلص البلاس سبلاي. عرفنا ان السيجمنتال ارتري دي بتقسمني الكدني لحاجه اسمها رينال فاسكولار سيجمنت، قسمناها خمسه سيجمنت وفقا للخمسه ايه سيجمنتال ارتري، قسمناها لابيكال وكودال وانت ابر انتيريور وميدل انتيريور. ماشي. احيانا يقولوا على الابر انتيريور ولور انتيريور او انفيرير انتيريور انفيرير. تمام. واحيانا يقولوا عليها ابر ودي ميدل، على اساس ان كده كده في انفيرير تحت، فاحيانا يقولوا على دي ميدل. ماشي. ميدل انتيريور يعني. ماشي. مش مشكله، عادي خالص، اختلاف مصادر لا يفسد للود قضيه، عادي جدا. ماشي. بس بص حتى الصوره اللي هو جايبها لك في الكتاب، هتلاقي فيه فوق سوبيريور، وهتلاقي انتيريور سوبيريور وانتيريور انفيريور، الصوره اللي عندك في الكتاب، وتحت انفيريور ورا بوستيريور. اوكي كده انا بخلصنا الكلام على الكيدني. اتمنى تكون المايند ماب دي لمت الدنيا بشكل كويس جدا جدا جدا. الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم على جود بوي.